هدوء. نط على طول من فوق اول ما تخلص نط. بالظبط مجرد ما يخلصوا يعني بس يعني ربما يعني يكون اسهل علينا الدخول برفقه ممكن هي ممكن بس تاخذ مثلا سيدنا اخذنا الاب دانيال الان بدل يال ده ممكن تتكلم لغات حضرتك يعني مش قوي يعني انا اعرف انجليزي بس طبعا يوناني مثلا لا انا ما عنديش انجليزي فرنساوي انجليزي بس يعني بس ما اعرفش اتكلم لغات. طب مين من ممكن سيدنا يتكلم سيدنا في اللغات اكيد اوكي احنا نسجل مع حضرتك اتفضل عند احنا قناه النهارده اهلا وسهلا انا ابونا رفائيل وهبه من الانبر اسمعاد الانبر وسعد انبر بشوي الاول بنعزيكم تعيش ربنا يبارك فيكم ويحفظ عليكم لا احنا كنا في جوه انا كان معايا مناولات رحت ناولتها ورجعت عديت من على هنا ودخلت اول ما دخلت سمعت انفجار شديد جدا فطبعا ونسبه التراب كانت عاليه وبتاع فجرينا عشان نشوف ايه اللي حصل فلقينا طبعا ايه اللي حصل ده ان هو كان في برضه قداسنا في الكنيسه البطرسيه وتقريبا حد دخل ناحيه السيدات الله اعلم بقى واحده طبعا واحده لان ما فيش حد يخش بين السيدات عندنا رجاله فحطت الشيء الغلط ده فطبعا انفجر وعمل المشكله دي طبعا ما اعرفش في يعني في اللي اتصاب وفي اللي في كده بس ما نعرفش العدد ايه يعني فطبعا احنا بنطلب من ربنا ان هو يهديهم ويبعد شرهم عننا عن مصر كلها لان مصر دي ما تستاهلش اللي بيتعمل فيها دي مره في الجامع ومره في الكنيسه ما ينفعش اجراءات الدخول يا فندم بتكون ازاي يعني احنا بيتم ما هو في المفروض في امن على الباب كده طبعا يعني في وشوش بتبقى معروفه ليهم فبيدخلوهم في بقى حد بيبقى غريب فبيفتشوه فممكن يكون حد يعني ما اعرفش حد يكون مثلا شكله مختلف شكله بتاع ممكن يكون دخل كده ما نعرفش دخل ازاي انا ما اعرفش يعني هو طبعا منفصل عن الكنيسه شكرا جزيلا شكرا تعبان البقاء لله نعزيكم في الضحايا نسجل مع حضرتك يا فندم قناة النهار تمام استاذن حضرتك شويه الانبا دانيال اسقف المعادي ونائب قداسه البابا اهلا وسهلا حضرتك قول لنا ايه اللي حصل وتواجدت انا تواجدت كنت بصلي في مكان اخر وجيت بعد ما حصل انفجار بساعه تقريبا انفجار حصل حوالي الساعه 10 في صحن الكنيسه كانت القنبله موجوده بصحن الكنيسه وانفجرت وقت الصلاه شايف الارهاب ده ازاي عملت الانفجار الارهاب ما بيسيبش حد الارهاب ماسك كل الناس في كفر الشيخ انفجار وفي الهرم انفجار وفي سينا قتل وارهاب فسيب كل الناس واحنا دقنا من الارهاب قبل كده ايام الثوره لما اتحرقت الكنائس كلها وتضامنا كلنا مع بعض بالنسبه للضحايا فندم يعني عامه لما بنكون داخلين احنا كوسائل اعلام بيتم